البشر جميعهم بحجم مكعب سكر، تماما مثل ما كتبنا العنوان. جميع البشر إذا جمعناهم بمكان واحد وسحبنا الفراغ من أجسامهم رح يطلع حجمهم بحجم مكعب سكر فقط. طيب كيف استنتجنا هذا الأمر؟ نرجع إلى بنية أجسامنا يلي نحن بتكون أجسامنا عنا من ذرات. ذرات طبعا كل شيء في الكون حوالينا هو عبارة عن ذرات، وأجسامنا أيضا عبارة عن ذرات. طيب هذه الذرات من شو بتتكون حتى ممكن نحن فعليا تكون أجسامنا جميعها عبارة عن حجم مكعب سكر فقط؟ طبعا الذرة هي أصغر جزء من المادة. رح نتكلم شوي عن الذرة. مثلا ليش هي أصغر جزء من المادة؟ فلنفترض نتخيل بعقلنا أنه قمنا بتقسيم الجسم أو أي جسم موجود أمامنا إلى أجزاء صغيرة، بقينا نقسم لحتى آخر شيء بنوصل للذرة. الذرة هي أصغر جزء لا ينقسم. طبعا فيكم تقولوا لي الإلكترون أصغر، البروتون أصغر، لكن الذرة وقت بنوصل لها الذرة ما بنستطيع قسمها إلى جسيم أصغر منها. طيب نموذج عندي على الذرة عبارة عن نواة بتتكون من بروتونات ونيوترونات بدور حولها إلكترونات. فطيب شو استفدنا من هذا الكلام؟ نستفيد إنه الذرة معظم حجمها فراغ، هي بتتكون من نيوترونات وإلكترونات وبروتونات، لكن هي عبارة عن 99.99 من حجمها فراغ. فمثلا إذا تخيلنا النواة اللي موجودة معنا بالذرة بحجم رأس دبوس، فبتكون الذرة بحجم غرفة كاملة. فنتخيل إنه هي 99.99 من حجمها فراغ، فبالتالي أجسامنا نحن اللي بتتكون من ذرات 99.99 منها فراغ. فمثلا لو شلنا الفراغ من جسم الإنسان فبيبقى الإنسان حجمه بحجم ذرة غبار. فبهي الحالة لو جمعنا البشرية كاملة مع بعض فبتصير بحجم مكعب سكر فقط.